مهندس محمد كذلك. يعني يعني اكتر جزء بجانب الكلام اللي استاذه منال قالته يعني فكره الوعي، حيث ان انا وانا موجود في الورشه يعني يعني الحقيقه انا كنت مش عايز اقول متفاجئ يعني، بس كان في درجه من الوعي عاليه جدا في المشاركات اللي موجوده. كان في حاجه مهمه جدا جدا حابب اقولها وحاجه بصدق، يعني كان في مساحه كبيره ان انت بتقول رايك، ان الناس بتتكلم بشكل حر في ارائها المختلفه دي، في تعليقاتها في الورشه نفسها، ايه اللي ممكن نعمله، ايه الاحسن اللي يتعمل. ما كانش فيه يعني زي ما حد ممكن يتخيل بالظبط يعني خالص، زي ما بيسموه في اوروبا والدول المتقدمه دايفرستي، التنوع. أيوة. يعني في دايفرستي كبيره حتى من المشاركين طبعا، يعني فكره ان هو شباب العالم، هو فعلا كان في شباب عالم بجد يعني مش مثلا شفت جنسيات مختلفه وخلفيات اجتماعيه وعلميه مختلفه كتير جدا، سواء في الجنسيات او زي ما حضرتك بتقول في خلفيات الناس كمان اللي مشاركه جوه المنتدى يعني. فدي كانت من الحاجات برضو اللي الواحد يعني ساعد بيها يعني بشكل